مرحبا وحياكم الله. الحلقة راح تكون حلوة، شرح تفصيلي عنكم ودينتي وشون أنا مجزئتها ومرتبتها وشون مرتبة البكياج مثل ما راح تشوفون والعطور. قبل أبدي الحلقة أحب أشكر شكر كبير المهندسة فرح الحميضي على هذا الديزاين الحلو، إن رتبت لي كل شيء بمكان، يعني صدق وفرت لي مساحة كبيرة. والحلو إن هذا القسم مال المكياج، قسم المكياج راح أوريكم إياه، خليته كله شيء مكشوف عشان أقدر أنا أشوف كل مكياجي وبالتفصيل. خلنا نبدي معاكم جزء جزء بالكوميدينا وأوريكم إياها. راح نبدي أول شيء القسم اللي فوق هذا التخزين اللي الحين ما استخدمته، بس شكرا حطيت لي مساحة إني أقدر أحط فيها الأغراض. بعدين رف هني ما كان يعني مو طويل، هني حاطة أنا المباخر وما أدري شايفين، هني واحد هني اثنين هني واحد، نفس اللي هني تشوفونه هني. أوكي، يعني هني مثلا أنا حاطة المسكرات، هني حاطة شوية آي شادو، وهني حاطة اللمعة، وهني اللمعة. تعمدت إن أخلي هذه المساحة كلها فاضية عشان أقدر أحط المكياج وأنا أتمكياج. وحبيت الليتات كذي، طبعًا سألتني ليتات بيض ولا صفر، فضلت اللون الأصفر. القسم اللي تحت نفس المساحة هني هم حاطة فيه شفاف، وهني كان شوي أكثر حاطة فيه بوكسات أشياء مكياج. عاد هني القسم اللي حيل أنا بعد أحبه اللي هو هذا الدرج، هما اثنين نفس الشيء. قلت فصار هذا الدرج كله فرش حلو مرتب كذي تحطونهم فيطلع شكلهم حيل مرتب. هني أنا حاطة ملوت الحواجب مثلا، هني حاطة الآي شادو بس اللي يصيرون حبات يعني مو بلتات كاملة. اوكي بنات، هني حاطة قسم الرموش مع العدسات، رموش وعدسات هني حاطة. هني أنا حاطة كل بلتات الآي شادو اللي أستخدمهم. الحلو فيه إنه مسويت لي عمق، يعني يكفي إنه يكونون كذي تحطونهم بالطول، يعني الدرج عميق. هذا الجزء كله مكياج ما شايفينه هني وهني. وبعد هني حطيت لي مساحة، حطيت كل أنواع الفونديشن، هني حطيت الشموع، هني حمر. الحين راح نجي عند أحلى قسم بالنسبة لي، ومتابعيني يدون أنا أحيل أحب العطور. قسم العطور كنت حيل مركزة معاها إنه شلون راح يطلع، وفعلاً سوته نفس اللي ببالي. شوف شلون إيه، سويت لي ليت، شوف شلون من غير الليت، شوف مع الليت ركبت لي ليتات داخل لسبب، عشان أقدر أشوف العطور كلها، وعشان الليتات تعكس، لأن هي وش قالت لي أبيض ولا أصفر، فقالت لي أحلى شيء لأن أغلب العطور تجي لونها ذهبي وحركات، حطوا لي الإضاءة أصفر أبيض أصفر أبيض، فعاكسه يعني شوف شو يعني معطى شكل العطور حلو. حتى لما أصور شكلهم حيل يطلع حلو. عقب ما نزلت الفيديو بالإنستغرام جاني تعليقات واجد، ليش ما سويتي هذا شفاف؟ ليش ما سويتي قسمين؟ ليش ما خليتي مثلاً غير؟ ليش سويتي كذي؟ أنا أقول لكم ليش، لأن أنا أهم نقطة عندي في الكوميدينا إنه يكون في عندي مكان إني أخزن فيه، يعني في الستور، عشان كذي سووا لي اياه بهالحجم، لان شوف شلون انا قدرت استفيد منه صح؟ يعني حتى جناطي حطيتهم داخل كوميدي. وبعد ما شاء الله شوفوا في مجال، يعني عشان كذي انا حبيتها بهالحجم انها تكفي. مثل ما انتم شايفين الكبت الثاني غير عن الاول لسبب، لان يعني انا قلت لكم انا اهم شيء هذا يكون عندي ستور اني اخزن فيه. يعني هذاك شفتوه من غير هذا فحاطه للجناط، هذا لا قاعد احط فيه الكريمات العطور، بعد اقدر اخزن فيه اشياء اللي ما ابي اعرضها. وهذا القسم المكشوف حاطه فيه كل اغراضي، والحلو ان اخذوا مقاس ايدي عشان ايدي ما تكون اطول، اذا كان اطول راح ادني شيء يلا اطلع الاغراض، فعلى مقاس ايدي اقدر انا اطلع كريماتي واغراضي. القسم اللي تحت حلو، الحين راح اوريكم شلون. الدرج الاول والثاني والثالث تشوفونه كل اكسسوارات، مثلا الاساور، يعني كل شيء بروح مرتب. فخليت الصف الأول كله إكسسوارات، هني الدرج الثاني، هني حاطة كل النظارات،
بس هني انا حبيت هذا الكبير، هني حاطه كل انواع مثلا البخور اللي استخدمها. كوميدينا حيل كبيره فما شاء الله تكفي كل الاغراض. شكرا فرح، وشكرا على التعب والمهندس والمهندسه اللي طولوا صرت 9 ساعات وهم يركبوا لي هذا الشيء اللي شفتوه النتيجه بالنهايه انه حلوه ومرتبه وكفت الاغراض. واهلي يعرفون ليش سويت هذا الكبت بهالطريقه، يعني حلو. مليون مره شكرا. بكذي نكون احنا خلصنا حلقتنا اليوم على اليوتيوب. ان شاء الله استفدتوا من تصميم المهندسه فرح الحميطي. حبيت اوريكم الكوميديان شلون طريقتها وتفاصيلها، وبحط لكم اكونت فرح الحميطي هنا تحت راح تشوفونه مع الويب سايت مالها، تقدرون تستفيدون من الديزاين. وعندها قناه باليوتيوب بعد تحط كل الاشياء اللي تصممها، ممكن تاخذون فكره. ان شاء الله استمتعتوا معي، وان شاء الله الحلقه الجايه يكون شيء ثاني. بس هالحلقة حبيت اني اشكر فيها فرح، وبيكم تشوفون شغلها شلون يكون بعقب ما يخلص التركيب وكل شيء. شكرا.